تتواصل فعاليات مهرجان أسوان الدولية 11 للثقافة والفنون من خلال تقديم عروض فنية في نهر النيل بمدينة أسوان. تشارك في فعاليات هذا المهرجان 15 فرقة فنية دولية ومحلية تقدم أنواعا مختلفة من الفن. انطلاقا من تأثير الثقافة والفنون كإحدى أدوات القوة الناعمة، انطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولي 11 للثقافة والفنون، والذي يتواكب مع الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية. فعالية ثقافية تقام خلال الفترة من 18 حتى 22 من فبراير الجاري بالتنسيق بين محافظة أسوان ووزارة الثقافة، بمشاركة فرق فنون شعبية من فلسطين والسودان وبولندا والمكسيك والهند، بالإضافة إلى مشاركة 10 فرق مصرية وهي أسوان وتشكى وملاوي وأسيوط والأقصر والوادي الجديد ومطروح والشرقية والحرية وبورسعيد. مهرجان كبير للفرق الشعبية والفنون الشعبية المصرية والأجنبية اللي مشاركة في هذه الاحتفالية الجميلة، بتتكرر كل سنة احتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس في 22 فبراير الجاي ان شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين مشارك النهارده معانا اكتر من 13 فرقه مصريه واجنبيه على ضفاف النيل بفنونهم الشعبيه الفلكلوريه الجميله واللي متعت كثير من المواطنين والسائحين الموجودين على ضفاف النيل. فعاليات المهرجان انطلقت بتقديم عرض بالمراكب الشراعيه للفرق المشاركه وسط نهر النيل، تلاها اقامه عرض فني لفرقه الهند للفنون الشعبيه قدمت خلاله عرضا عن اصل الحياه وبدايتها، وارتدى اعضاؤها الزي التقليديه الماخوذه عن الاساطير القديمه. وأعقب عرض فرقة الهندي عرض لفرقة فلسطين، والذي تضمن عدة تابلوهات استعراضية وغنائية من التراث الفلسطيني. احنا اليوم جايين نوصل لهم ان فلسطين باقية وموجودة على العالم كله، وهتبقى القضية هي فلسطينية ومش هنغيرها. شكرا. المهرجان احنا ما اول مرة طبعا نشارك فيه، برغم الظروف الحاصلة والحرب الدائر في السودان، فنحن جينا وشاركنا السنة دي زي كل السنين إن شاء الله، والسنة دي تكون على نفس السنين اللي فاتت وأجمل إن شاء الله. ومن المقرر أن تنتقل تلك العروض لقصور وبيوت الثقافة المنتشرة بمدن ومراكز محافظة أسوان، ويكون العرض الختامي بمدينة أبو سمبل داخل ساحة معبد الملك رمسيس الثاني بمناسبة تعامد الشمس.